أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يسأل، يقول إذا واحد توضأ لغاية من الغايات مثلا لغرض الصلاة يجوز أنه أو يباح له بقية الغايات؟ يعني مثلا أنت صليت للصلاة، صلاة الظهر صليت، جيت الآن دخلت للعتبة متوضي تريد تصلي صلاة الظهر، تقدر تزور هذا الوضوء اللي أنت المن قصدت به يا غاية الصلاة؟ تقدر تزور الإمام بهذا الوضوء؟ نعم. تقدر تصلي سيئات الزيارة؟ نعم. تقدر تمس كتابة القرآن؟ نعم. تقدر تقرأ قرآن بهذا الوضوء؟ نعم. إذن إذا أنت توضيت لغاية من الغايات تباح لك جميع الغايات، مو فقط الغاية اللي توضيت بها. يعني إذا أنت مثلا توضيت لصلاة لا تعتقد أنه فقط لهذه الصلاة، لا، لكل غاية يباح لك، كل غاية، صلاة فريضة، صلاة نافلة، طواف حول الكعبة، مس كتابة القرآن، الدخول للمساجد إلى آخره، كل هذه الغايات مباحة لك.